مساء الخير شيخ سامي. طائفية أكيد لا. أكيد لا. لا أبدا. هذا لم يعد مشروعك لأنه هذا اللي كنا عم نشوفه. مش بحياته ما كان مشروع الفيدرالية الطائفية. ولا وقت حلف. أبدا. أول شيء بدي أشكرك على تلبية هذه الدعوة رغم إنه صوتك اليوم رايح. بعتذر للمشاهدين بس ما عندي صوت بالمرة. مهم موقفك يوصل هذا هو الأهم ونستمع إليك بشكل جيد بس كان لافت كمان امبارح الجنرال ميشيل عون كان صوته رايح حدا عادة تاني منكم ملتقيين هيك بس صدفة؟ صدفة فقط هيدا يمكن لأنه عندي حلقة معك رح صوتك؟ ما بعرف يمكن بعض خيفين من موقفنا اليوم ما بعرف حدا انصابنا بالعين ما بعرف أنا بدي أشكرك مرة جديدة وأقول لك سلمة قلبك وإن شاء الله يعني اليوم صوتك بيوصل خليني أقول كمان شيخ سامي إنه في هذه الحلقة مشاهدينا ون لبنان رح نكون أيضا بتغطية لهالمشروع الحلو الوطني الجامع اللي بدأته الفنانة تانيا أسيس مع كوكبة من الفنانين رح ناخذ هيك آرائهم ليه عم بيقوموا بهالمشروع في كتير اليوم فنانهم توفيق لأنه أكيد ست تانيا من زمان وجاي عندها الروح الوطنية الكبيرة صحيح والفنانين اللي معها فنانين كتير كبار دايما عندها مبادرات وطنية وهيدي دايما لمصلحة لبنان صحيح إن شاء الله الله يوفقهم باللي عم يعملوا رح نكون على كل حال بمقابلات سريعة مع الفنان جوزيف عطية الفنانة ماجي أبو غصن الكابتن منتخب لبنان لكرة السلة فادي الخطيب فنان هشام الحاج طبعا تانيا أسيس كمان ماريتا الحلاني ابنة الفنان الكبير عاصي الحلاني وغيرهم كمان قد ما بيسمح الصوت يعني رح كمان نستمع اليوم الى كلامك ومواقفك اللي كل ناطره شيخ سامي ما في الا كميه الاسئله اللي عم تسال وتتساءل لماذا قبل هذه المره حزب الكتائب المشاركه بحكومه الثلاثمانات بهذه السرعه بعد ما كان في معروف يعني لقات كبيره على الساحه اللبنانيه يعني انا كان بيهمني مع الصوت انه اطلع اليوم معك مع انه إن شاء الله يقدروا يفهموا علي المشاهدين كرمال توضح هذا الموقف لأنه هذا شغل كتير مهم بالنسبة لنا في نقطتين أساسيتين بيخلونا اليوم مقرر نوافق على حكومة الأمر الأول له علاقة بالوضع المهتري تبع الناس صرنا 10 أشهر من دون حكومة في إفلاس كامل جزء منه بسبب الأزمة السياسية جزء منه بسبب الأزمة الأمنية جزء منه لأنه الدولة ما عم تمشي وما عم بتسير شؤون الناس واليوم إن كان رب عمل عم بيفكر إذا بيسكر مؤسسته وإذا كان موظف بهالمؤسسة عم بيفكر أي متى رح تسكر هالمؤسسة ورح يصفي عاطل عن العمل أمام هيدا الواقع يلي عم بيشو جميع عم يعيشو جميع اللبنانيين عنا واجب كمسؤولين نسهل إعادة المؤسسات يلي هي مفترض ترجع تهتم بالناس ونوقف هذا التدهور الكامل على صعيد كل شيء من السياسة للمؤسسات للاقتصاد للاجتماعيات وإلى آخره فبالنسبة لنا في ضرورة اليوم لأنه نرد المؤسسات على الساحة لأنه هذا الفراغ موصلنا إلى الغابة موصلنا إلى لغة التفجيرات موصلنا إلى كل شيء ولكن ليس الدولة مشان هيك بالنسبة لنا اليوم كان عنا هم أنه الهم تبع الناس يرجع نعطيهم شوية أكسجين ونسهل حصول الانتخابات الرئاسية بعد شهرين لأنه هالحكومة مش هي رح تحل مشاكل لبنان هيدي الحكومة جاية تقطع هالشهرين وتوصلنا على الانتخابات الرئاسية بأفضل طريقة أم بلشت بالوضع الاقتصادي الكل شاعر قدي هذا الوضع ضاغط جدا بمجرد انه نحكى انه في موافقه على حكومه بورصه بيروت طلعت 3 نقاط بس بعد ما فكبت الحكومه صحيح هيدا 3 نقاط هيدا اكسجين بالنسبه للناس نحن اليوم بمحل بحاجه نعطي اكسجين للناس مثل ثاني بسيط قولت امبارح في فندق بالمتن الشمالي ببرمانا اسمه الجراند هيلز سكر في 300 شاب عاطلين عن العمل اليوم صح. نحن شو صح. كمسؤولين كيف منتصرف نترك الأمور عم تدهور نترك كل شيء عم ينتهي وهل بهيدي الطريقة نحن منكون عم نخدم مجتمعنا أو عنا واجبات العلاقة بأنه نشوف كيف بدنا نحافظ على الناس هلأ بنفس الوقت
عنا واجب ايضا الحفاظ على مبادئنا وعلى ثوابتنا، وهيدا نحن مش رايحين على الحكومه تنتخلى عنهم، بالعكس تمام، نحن رايحين ندافع عنهم. نحن مش رايحين نشكل حكومه مع حزب الله، نحن رايحين نقعد بحكومه بوجه حزب الله لمنعه من انه ياخذ البلد الى المكان يلي هو اخذه اليوم. تنكون كثير واضحين، نحن تعبنا من الهروب من المعارك، صرنا 4 سنين عم ندعي الى انه نواجه الامر الواقع المفروض علينا. عند تشكيل الحكومه السابقه طلبنا انه ينعمل طعن بالمجلس الدستوري بالبيان الوزاري، ما حدا مضي معنا. خمس نواب كتائب مضي معنا، نائب عقاب صقر صرنا 6، ما التقى 4 نواب من 14 اذار يمضوا معنا الطعن بالبند السادس من البيان الوزاري. نحن دائما كنا عم ندعي الى المواجهه، ولكن وقت قلنا تفضلوا نعمل عصيان مدني قالوا لا، تفضلوا نروح على المجلس نواجه بالمجلس قالوا لا، تفضلوا نروح على الحوار نواجه بالحوار قالوا لا، تفضلوا نفوت على الحكومة نواجه بالحكومة قالوا لا. هل كل مرة بيطلع أصوات داخل فريق 14 أزار دايما نعتبر أنه بمحل معين ما لازم نروح بمحل يصير فيه مواجهة. نحن عم نقول إذا كل هالمواجهات مرفوضة، هل الحل والبطولة أن نقعد بالبيت ونتفرج على حزب الله عنده حكومة عم بيعمل فيها اللي بده إياه، وماسك الأرض وماسك ميليشته وآخذ البلد محل ما هو بده إياه، ونحن نقعد ونتفرج ونعمل تصريحات؟ هل هذا هو الحل؟ نحن صرنا فترة عم نقول المقاومة المدنية نحن طرحناها ب 14 أذار، نحن طرحنا أن ينعمل طعن بالمجلس الدستوري. صحيح. نحن طرحنا كل هالامور، ما بقى فينا نهرب من المواجهه، ما بقى فينا نهرب من المواجهه. نحن اليوم بمجرد انه عم تتشكل هالحكومه عم نعمل 6-7 انتصارات على كل المنطق يلي حزب الله عم يجرب ياخذنا عليه، بمجرد انه نحن قبلنا بهذه الحكومه نحن ربحنا، بمجرد انه قبلنا فيها. خليني نفند اللي عم تحكي لانه اجوبتك كلها تفضل. أول شغل بعدين أنت رح تبلش تناقشيني. شو بشتغل ساعتها؟ أول شغلة حققناها نحن اليوم بمجرد أنه تشكلت هالحكومة، المحامي الدفاع عن النظام السوري وعن حزب الله فلع البيت. مين يعني؟ الوزير عدنان منصور. بمجرد أنه طبقنا المداورة، وزير الخارجية جاي، وزير خارجية عن 14 أذار. فبمجرد أن تشكلت هذه الحكومة أول انتصار انتهى الغطاء الدولة اللبنانية لما يقوم به حزب الله بسوريا، وهذا إنجاز كتير كبير، لأنه هالحكومة اللي بدها تجي ما راح تكون عم بتغطي قتال حزب الله بسوريا، لأنه الوزير الخارجية يلي جاي هو وزير خارجية من 14 أذار راح يروح يلتزم بإعلان بعبدة بجنيف وبكل المحافل الدولية. حتى لو البيان الوزاري ما في اعلان بعبده، لانه هذا منه محسوم. مش رح يركب بيان وزاري بناقد مبادئنا، مش رح يركب بيان وزاري بغطي قتال حزب الله بسوريا، مش رح يركب بيان وزاري بغطي سلاح حزب الله. أكثرية الأفرقاء الموجودين بهذه الحكومة هن أفرقاء ملتزمين بأعلان بعبدة. نحن ورئيس المكلف ورئيس الجمهورية مع بعضهم عنا الأكثرية الكاسحة بهذه الحكومة اللي بدها تجي. نحن بمحل ما رايحين على أرض قدرين ننتصر عليها على حزب الله. هيد بهول بدنا إياه، أو بدنا نروح على أرض هو بيقدر ينتصر علينا فيها، يلي هو الشارع والفراغ والدمار والعنف والدم والانفجارات. أي 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 هي الأرض يلي نحن أبناء 14 أذار وجمهور 14 أذار بهمنا أنه نناضل فيها؟ أرض المؤسسات أو أرض الفراغ وأرض الشارع وأرض السلاح؟ وين بدنا نروح؟ نحن عم نجيب حزب الله على أرضنا بهذا الخيار، عم نجيبه على أرض هو ما بيرتاح فيها، نحن مرتاح فيها، هي أرض المؤسسات، هي أرضنا، هي الدولة اللبنانية، عم نجيبه. إذا بلا صوت عم نجيب مش عم بتخليني مرق السؤال بس رح خلص كالجملة وخلص. عم نجيبه لحزب الله على المكان يلي هو المكان يلي بيناسبه ويلي بيناسب مجتمعه ويلي بيناسبنا ويلي بيناسب جميع اللبنانيين يلي هو المؤسسات اللبنانية. هذا هو يلي عم نعمله نحن. أنا برأيي بمجرد تشكيل هذه الحكومة بتعيين وزير خارجية آخر،
بتعيين وزير دفاع قريب من رئيس الجمهورية رح يتمكن بأنه يقبل الهبة السعودية ب3 مليار دولار ويسلح الجيش ويقوي المؤسسات. بمجرد أن أسقطت الثلاثية من المقاومة وغيره، بمجرد أنه صار في ناس عم بتدافع عن منطق الدولة داخل المؤسسات، نحن منكون عملنا 5 انتصارات بمعركتنا لبناء الدولة. ولكن القعدة بالبيت بتوصلنا إلى لا محل، بتوصلنا إلى تسليم الدولة اللبنانية وتسليم لبنان إلى حزب الله. خلينا نناقش هذا المنطق. بالعكس أبدا شيخ سامي، اللي عم تحكيه كثير جيد. لا ولا يهمك، بالعكس اللي عم تحكيه منطقي جدا. الناس بحاجة اليوم لأكسجين مثل ما عم بتقول، بلد وضعه إلى انهيار، هيدي ما في اثنين يختلفوا عليها. بس المقاربة إنه أنا اليوم بروح بقعد على الطاولة على حزب الله وأنا عم بعمل، أنا بعتبر إني عم بحقق انتصارات، في المقابل البعض بيشوف إنه حزب الله بفكر كمان وبخطط ليجي اليوم يتنازل عن حكومة موجودة عنده إياها كلها لإله ويعطيكم هذا القسم الوازن والمهم من الحكومة، يبطل عنده حتى تلت معطل، يعني كمان هو منتصر كبير ويحتاج لهذا الغطاء إنه يجي ياخد توقيعكم مثل ما بيقولوا ويقعد ويقعدكم معه على حكومة تغطي له القتال في سوريا، تغطيه في الداخل اللبناني، تشكل له هذه الحاضنة، بتصير انت شريكه بمجلس الوزراء، شريكه بأي شيء عم يعمله. هذه الشراكة قد حقها بتوازن الانتصارات اللي عم تحكي عنها. احنا منا شركاء. الدولة اللبنانية اليوم الحكومة أصبحت مجلس فيدرالي، ما عادت حكومة، ما عادت فريق واحد. هيدي حكومة اجوا كل المجتمع اللبناني تمثل فيها كرمال تقطع شهرين، ولا نحن فريق عمل واحد ولا فيتين على اساس انه يكون فريق عمل واحد. يعني ما ربط النزاع اللي حكي عنه الرئيس سعد الحريري حضرتك؟ ربط نزاع؟ هيدا مش مخص ربط نزاع او مش ربط نزاع، نحن باللي عم نعمله اليوم عم نحقق انتصار كتير كبير على حزب الله بكل المنطق تبعه. وانا برايي حزب الله ما كان بده حكومه، وبعدني انا مقتنع لحديث اليوم انه ما بده حكومه وما بتناسبه الحكومه، وكل شيء عم نشوفه اليوم هو لانه هو عارف انه هو خسران اذا ركبت هالحكومه، لانه يلي بحاجه له حزب الله مش غطى سامي جميل، يلي بحاجه له حزب الله هو غطى الدوله، واليوم هالغطى موجود بالحكومه الحاليه، وقت تطير هالحكومه الحاليه غطاء الدوله اللبنانيه لحزب الله ما عاد موجود، لانه هذه الحكومه لن تغطي حزب الله. بالتالي الكلام عن نحن فايتين نغطي هو العكس تمام، الحكومة الحالية هي اللي عم بتغطي، ونحن فايتين نسحب هذا الغطاء لحزب الله يلي الدولة اللبنانية عم تعطيه. لأنه اليوم وقت يكون الوزير عدنان منصور بجنيف عم بيدافع عن قتال حزب الله بسوريا، هيدا بحاجة له حزب الله يكون في موقف رسمي من الدولة اللبنانية عم بيغطي له قتاله، مش همه حزب الله إذا سامي جميل موجود معه أو لا، همه لحزب الله أن يكون الدولة اللبنانية موقفها داعمة له. نحن بدخولنا شيء الأكيد أنه لن يكون هناك بعد اليوم أي غطاء للدولة اللبنانية لقتال حزب الله بسوريا ولا لمنطق المقاومة يلي حزب الله عم بيتغنى. ما بيكون انتصار أكبر إذا كان ضغطكم وكل هيدي الانرجي، كل هيدي الطاقة اللي عم بتحطوها موجه إلى أن تشكل حكومة حيادية مثل ما عم بيقول دكتور سمير جعجع، وليس حكومة جامعة تقعدوا مع الطرف اللي تهمينه أنه قاتل وأنه عم بيقاتل بسوريا وكل مضبطة طويلة عريضة. نحن عارفين من الأساس أنه حزب الله لن يسمح بتشكيل حكومة حيادية، والبرهان عن ذلك أنه أول ما وصل رئيس الجمهورية ليشكل هذه الحكومة الحيادية يلي نحن معها، انتبه نحن منا ضد الحكومة الحيادية، أول ما وصل بده يشكل هذه الحكومة الحيادية، إجا دغري حزب الله قال له أنا قبلت بـ3 مينيت، لأنه اعتبر أنه لأنه نحن علينا السقف كتير ما رح نقبل حتى بـ3 مينيت، بيحملنا إلنا مسؤولية عدم التشكيل وبتكون طلعت منه ما طلعت منه. أكبر ضرب ذكى نحن عملناه وعمله دولة الرئيس الحريري هو أنه قبلنا معه بـ3 مينيت، لأنه أكبر كارثة لحزب الله هي هذه الحكومة اللي بدها تركب اليوم، لأنه هذه الحكومة رح ترجع ترد الدولة اللبنانية على الساحة، رح تطير له الثلاثية يلي عم بتغطي له كل شغله، عم بتوقف تعطيه غطاء لقتاله بسوريا، رح تعطي وزارة الخارجية لـ14 أذار ووزارة الدفاع لرئيس الجمهورية، رح نقبل الهبة 3 مليار دولار لنسلح الجيش ورح نرجع نرد الدولة. هيدا اللي هو ما بده اياه، هو بده يضل البلد بالفراغ وبده الدولة تنهار. كل ما انهارت الدولة كل ما قوى حزب الله.
كل ما قويت الدولة كل ما قويت الدولة كل ما ضعف حزب الله. نحن اليوم بمجرد أنه عم نقوي هالحكومة يلي شروطنا فيها كتير قوية ويلي هو شروطه فيها ضعيفة، نحن اليوم شو عم نعمل؟ عم نسترد منطق المؤسسات وعم نضعف دويلة حزب الله. بمجرد أنه هالثلاثة مليار دولار فاتوا على الجيش اللبناني واجوا ضباطنا تدربوا شبابهم وتسلحوا وعملوا وحدات قتالية قوية متدربة، هيدا هو اليوم بتكون عم بحافظ على الدولة. هيدا بغير العقيدة. خليني أصلى بعدين قصة الثلاثة مليار، في عقيدة اليوم لدى الجيش البعض بيشوف انه المشكله تكمن هناك. لو شو ما حدا يوهمك ولا نهار انه الجيش اللبناني هو عنده عقده او عنده مشكله، الجيش اللبناني هو مؤسسه اداريه بتاخذ اوامرها من مجلس الوزراء، الجيش ما عنده قرار سياسي، الجيش بينفذ. بمجرد انه عندك حكومه موجوده عم تاخذ قرارات مضبوطه، الجيش اللبناني رح يكون عم يشتغل مضبوط. نحن اللي عم نقوله اليوم فنعطي الجيش اللبناني القدرة بالدفاع عن لبنان تنسحب الحجة من إيدين حزب الله، حاجة بقى يعتبر أنه هو الوحيد بيدافع عن لبنان. لا، نحن مش صرنا 20 سنة عم نقول الجيش ضعيف مشان هيك لازم المقاومة تضل. طيب اليوم اجينا مين يعطيك 3 مليار دولار تتقوي الجيش تجيش يلعب دوره بالدفاع عن لبنان بضبط الحدود بي 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 شو منعمل؟ لا لا العكس تمام، نحن نقوي الجيش اللبناني تيلعب دوره، وبدنا بنفس الوقت نرجع نرد للمؤسسات هيبتها، بالاخص انه فايتين على تركيبه حكومه بين رئيس الجمهوريه، رئيس مكلف و14 اذار في اكثريه، هول الناس الملتزمين باعلان بعبده، هول الناس يلي هن جايين من روحيه وطنيه كبيره، اليوم هن صاروا اكثريه بالحكومه. واضح نحن اليوم حضرتك بمنطق اليوم الدخول بالحكومه أنا مقتنع ومقنع كلامك جدا. انا مقتنع انه وقف اهرب من المعركه، أنا هيدا اللي مقتنع فيه. كل جمهور 14 أذار عم بيزلنا صار له 6 سنين، شو عم تعملوا شو عم تعملوا شو عملتوا شو عملتوا؟ كل مرة نوصل على معركة من قرر منخوضة، نوصل على معركة من قرر منخوضة، يا جماعة انزلوا على الأرض ما بينزلوا، دخول الحكومة فوتوا واجهوا فوتوا واجهوا ما بنفوتوا واجهوا. بالعكس تمام، بالعكس تمام، الاستسلام والقعدة بالبيت نتركهم هن ياخذوا البلد محل ما هن بيريدوا، هذا هو الاستسلام. صرنا 10 سنين ماشيين بهذا المنطق وصلنا اليوم عندنا فرصة. سمير جعجع اليوم عم بيطرح فرصة الاستسلام اليوم عندنا فرصة. لا أكيد اللي عم بيطرحه أكيد عنده وجهة نظر، ليه ما عم تتفقوا على وجهة نظر؟ وجهة نظر بحترمها ولكن ما بوافق عليها. أنا اليوم شو عم بقول التالي، أنا عم بقول لو نحن فاتين على حكومة حزب الله رافد فيها بقلك معك حق، نحن ما رح نفوت نعطي إذا بدك بمجرد أنه فتنا وحزب الله بعده آخذ الحكومة محل ما بده ونحن جايين نعطيه غطاء. عكس تمام، نحن هالمرة نحن الأكثرية، حزب الله هو رح يكون محرج بالحكومة مش نحن، لأنه نحن أبناء الدولة أكثرية بهذه الحكومة وليس حزب الله وليس فريق حزب الله، نحن الأكثرية بهذه الحكومة. عزيز. منطق الدولة يلي 14 أذار عم بتدافع عنه هو الأكثرية بهذه الحكومة، ما لازم نخاف أنه نجي نقول إيه بدنا نفوت وبدنا نواجه حزب الله جوا وبدنا نقول له لا على السلسل المعطل، وآخرة النهار إذا كل حساباتنا طلعت غلط وطلع عمليا أنه في حدا بده يخون أو بده يصير ما بعرف شو واتمكنوا بالبيان الوزاري أنه يقطعوا أمور نحن مش مقتنعين فيها، في التزام بينه وبين الرئيس الحريري بالخروج من هذه الحكومة وبإسقاط هذه الحكومة، ولا نقبل أن يكون بعد اليوم حكومة تغطي حزب الله وممارساته بكل النواحي. تنقدر نعمل هذا الشيء لازم نفوت ونواجه جوا مش نهرب من المواجهة. اليوم بدنا نفوت ونواجه لأنه عنا إمكانيات المواجهة، لو ما عنا إمكانيات مواجهة بقليك ما نفوت، لأنه واحد بيفوت على محل ما عنده إمكانيات مواجهة فيها أكيد هو خسران لأنه عم بفوت ويعطي غطاء. أما وقت يكون فايت وعنده إمكانيات النجاح والانتصار بالمواجهة لا بيفوت وبيواجه وبينتصر وخلي الباقي يحرج. وأنا برأيي هذه الحسابات عملها حزب الله، مشان هيك اليوم كل التردد وهذا الحكي يلي منه قانع حدا، لأنه بالأساس التيار الوطني الحر قبل بكل شروط 14 أذار اللي من ضمنها في المداورة، بالتالي ما في شيء جديد. فكل حكي عن مداورة اليوم بالنسبة لي هي حجة لتطيير هذه الحكومة، لأنه الكل فهمان اليوم أنه تشكيل هذه الحكومة هو لمصلحة 14 أذار وجمهور 14 أذار. بسم الله عليك، إذا بلا صوت وهيك بدي مرق سؤال، بس خليني بس مرق لك فكرة. اليوم دكتور سمير جعجع عم بيقول قبل ما ندخل إلى مجلس الوزراء لازم الالتزام بإعلان بعبدة، هذا هو شرطه الوحيد،
انه خلي الجماعة يقولوا نحن ملتزمين بألين بعبدة اللي بيعني حياة لبنان، اللي بده يستتبعوا ساعتها انسحاب من سوريا، ومنقعد مع الجماعة على الطاولة. ما عم بيقول انا ما بدي شارك بالمطلق، هذا هو موقف. تعال نعد، تعال نعد. شو بدنا نعد؟ نعد في وزارة 14 أذار 2، في 3 رئيس جمهورية، في 3 رئيس حكومة، هولي صاروا أكترية وهولي كلهم ملتزمين أعلن بعبدة. نحن رايحين ورح نصوت على أعلن بعبدة، وخلي 8 أذار وحزب الله يقول لا. يعني حتى بلجنة صياغة البيان الوزاري أنتوا حتكونوا أكترية؟ شو لكان؟ نحن ستنا ما خص بين، ما خص لجنة، في حكومة بدها تصوت على البيان الوزاري بالآخر، في مجلس نيابي. أنا بدي أقول لك شغلة، بده يعطي ثقة أكيد. إذا ألزمتوهم بإعلان بعبدة مثلا تاخذوا يسقطوها، بننسحب من الحكومة، تسقط الحكومة وانتهى الموضوع، بنكون طيرنا عدنان منصور، بنكون جبنا رئيس وزير دفاع، وطرينا وطيرنا الثلاثية، لأنه بمجرد أنه ما اتفقنا على الثلاثية يعني طارت الثلاثية، لأنه كل شيء له علاقة بالحكومة الماضية بيكون طار. نحن بيكون أسقطنا الثلاثية، أسقطنا كل هالتركيبة الموجودة، وصرنا نحن تصريف أعمال. طيب ليش ما عم ليه وجهة النظر هيدي ما عم تقدروا تتفاهموا حولها مع الدكتور سمير جعجع؟ ليش شايف الامور بطريقه مختلفه؟ ستنا نحن هيدا النقاش طويل صار، وهيدا ما في شيء مأخر بعد. دكتور سمير جعجع انا تواصلت معه عده مرات، وتواصل معه عده مرات، وكثير حكينا بهذا الموضوع، وطلبت منه عده مرات انه نكون مع بعضنا بهيدي الخبريه، ونشتغلها مع بعضنا، نلتزم فيها مع بعضنا. وطلبت منه لأنه نحن بحاجة أنه كل الأفريقاء يكونوا موجودين بهذه الحكومة ليكون فيها توازن حقيقي. ولكن أنا بدي أقول لك شغلة، بالحوار الوطني قرر الدكتور جعجع بفترة معينة ما يشارك بجلسة الحوار. بهالجلسة اللي ما شارك فيها الدكتور جعجع أقر فيها أعلان بعبدة، أقر فيها أعلان بعبدة لأنه فتنا طلبنا فيها وجبناها من 8 أذار. أكبر سلاح بين إيدين دكتور جعجع وشرط دخوله إلى الحكومة اليوم هو الالتزام بأعلان بعبدة، يلي إجا بس طلع فريق آخر قال لك يلي حبر على ورق، مش راضي فيه. ستنا هلا بوصل لك على حبر على ورق. أكبر سلاح بين، أكبر مطلب لدكتور جعجع اليوم هو الالتزام بأعلان بعبدة يلي جبناه بغيابه، كان مقاطع جلسة الحوار هو. بالتالي مش دايما نحن بالمقاطعة بناخذ، بالمشاركة بناخذ أكثر من بالمقاطعة. نحن اليوم أكبر سلاح عنا هو إعلان بعبدة، ومش مزبوط أنه حبر على ورق، لأنه هيدا الحبر صار معلم بالأمم المتحدة، لأنه صار هيدا مكتوب مسجل بالأمم المتحدة، هيدا معترف فيه من كل دول العالم، هيدا أثنى عليه روسيا، أمريكا، الصين، كل دول الكبيرة مضيت على دعمها لإعلان بعبدة بوثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة. وبالتالي أكبر سلاح بين إيدين 14 أذار اليوم هو هذا النص يلي يلزم 3/4 أفريقاء، 8 أذار إضافة لكل أفريقاء 14 أذار، ما في إلا حزب الله لوحده يتحفظ على هذا البيان. أقوى سلاح سياسي بين إيدينا اليوم للحفاظ على لبنان، على سيادته، على استقلاله هو إعلان بعبدة. خلينا نتوقف مع فاصل شيخ سامي، بعدين رح أسألك هل هي فعلا حكومة شهرين أو ثلاثة؟ لأنه واضح كل هذه الصراعات يبدو أن حكومة بقي أكثر بكثير. هل رح تدخلوا بوزير، وزيرين؟ منن أي حقائب، أي حقيبة رح تكون إلى الكتائب؟ هل في مشكلة جديدة هذه المرة؟ فاصل مشاهدينا، ونعود إلى هذه الحلقة مع النائب سامي جميل مباشرة من بكفية.